أكثر من 45 ألف إصابة بلسعات العقارب سجلت سنة 2018، مخلفة 46 حالة وفاة. وللحد من الوفيات ينتج معهد باستور المصل المضاد للتسمم العقربي. احتياجات تاع وزارة الصحة فيما يخص المصل ضد التسمم العقربي هي بين 85 ألف جرعة إلى 120 ألف جرعة. ويعمل باستور باش يوفر هذه الجرعات لكل الولايات الوطن، وخاصة الولايات اللي التسمم العقربي يشكل معضلة صحية من خلال عدد الوفيات. إذن كما هذه الولايات الأكثر تضرر هي ولاية ورقلة، ولاية تمسيلة، بسكرة، لواد. من بين ولايات الجزائر هناك 15 إلى 20 ولاية اللي هي مصنفة بالأحمر لأن عدد الوفيات فيها كثيرة. غالبا ما يواجه العديد من قاطني الولايات الجنوبية لسعات العقارب بتصرفات خاطئة عوض التوجه نحو الاستعجالات لتلقي العلاج، الأمر الذي يزيد من خطورة الوضعية الصحية للضحية. قلنا العادات القديمة كما مثلا ممارسة الشلط ولا ديروا الغاز البيطان ولا الفليتوكس ولا الحجرة السوداء، هذو راح يأخروا من العلاج فقط. يعني واش يدير؟ يعني الإنسان اللي تقرص بالعقرب يدير هذه الأشياء ومن بعد كي يشوف روحه باللي الحالة بدأت تتعقد يتوجه للمستشفى. وانت على بالك ما تزود سوايع ثلاث سوايع إلى ما رحت تدير المصل والعناية الطبية يقدر الإنسان يموت. وكان يقوموا بجمع العقارب ويتجندوا كل القطاعات ونظفوا المحيط، الجامعات المحلية نظفوا المحيط، البيئة، السكن، تعبئة الطرقات، الإنارة العمومية راح ينقلوا بنسبة عالية. هذه تجربة في الميدان. مع حلول فصل الصيف يزيد عدد العقارب التي تتوجه نحو التجمعات السكنية بحثاً عن الرطوبة، مما يتوجب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بنصائح المختصين.